من سوريا للعراق لا وين ما بدك لفلسطين، كل الدول عم بتضوي. نحن بس لبنان مش عم بيضوي 10,000 كيلومتر مربع 4 ملايين نسمة؟ ليه؟ لأنه ما في قرار سياسي تيضوي لبنان؟ ليه؟ شركة كهرباء زحلي عم بتقوم بمشروع إنتاج للطاقة ل 53 ألف مشترك ضمن نطاق استثمار شركة كهرباء زحلي، يعني زحلي و 17 بلدة. الهدف تبع المشروع أنه ينعطى 24 على 24 مع فولتاج مظبوط وبسعر أدنى من 50% من الفاتورتين عم بيدفع المواطن للموتور ولشركة كهرباء زحلي. لم يكد يعلن عن مشروع شركة كهرباء زحلي الذي سيؤمن للمواطنين الكهرباء ليلا نهارا، حتى اشتعلت المواجهة بين مديرها العام أسعد نكد وأصحاب المولدات، حيث وصل الأمر حد التهديد بالقتل. موضوع المشكل مع أصحاب المولدات أنه قوموا لعود محلكم، مش حكي. اليوم اللي قدرتوا ينزل عن أسعد ينزل على الساحة. شركة كهرباء زحلة عم تنتج كهرباء الكيلو ب200 ليرة، مش هيك؟ أو 300 ليرة يا أخي، فيك تنزل عن 300 250 بتزيح أسعد عجنة. المواطن نحن محتكين معه بنعرفه، على 500 ليرة بفل، شغلة بسيطة. نحن كهربتنا بالنسبة لألنا نحن هلا حداش بيقول على زيت أوكرانيا، نحن أرخص منه. نحن عندنا فاتورة واحدة، هو ليحط فاتورتين في فاتورة واحدة، بده يعطي كهرباء وينفسنا هو ونحن ننافسه، لأنه هو يعتبر قطاع مثلنا نحن، مش قطاع دولي، قطاع خاص. بدنا نقتلك أخي، إذا أنا قتلتوني ما شركة كهرباء زحلي مؤسسة، قتلتوني في واحد غير يكفي بالمشروع، بس بتقولن مافيا المولدات بيشعلوا. طيب أخي شو الأسلوب استعملوه ضدي؟ مش أسلوب مافيا تهديد وقتل؟ احنا منا مافيا، بالعكس نحن جماعة جينا أنتجنا كهرباء وأمنين له إياها للمواطن وقت الدولة عجزت من 30 سنة من أيام الحرب ولا اليوم. أنت بدك تاخد نتيجة، حطوا مناظرة بيننا وبينه، هيدا كله حكي. أنا بقول عن زيتيتي منيح وبقول عن زيتيتي منيح، حطنا بقلب جورة وخلينا نتناقر قدام بعضنا قدام العالم، هيدا أحلى حال. رح نبدأ نقاشنا إذن معنا باستوديو الأستاذ أسعد نكد مدير عام شركة كهرباء زحلي والأستاذ نبيل التن صاحب المولدات اللي شفناه كمان بالروبورتاج. خلينا نبدأ أستاذ أسعد مباشرة بالحوار مع حضرتك، يعني المشروع بين إيديك صار له أكثر من 100 سنة، هيدا النوع من الاستقلالية اللي عندها إياها شركة الكهرباء بزحلي بناء على اتفاق يعني مع شركة الكهرباء الرئيسية، وهلأ قررت أنه المشروع يبصر النور قريباً واللي هو كهرباء 24/24 بكلفة أقل. السؤال البسيط اللي بيتبادر للذهن أنه شو لك مصلحة بهذا المشروع؟ أول شيء على الروبورتاج في شغلة كتير مهمة. شو هي؟ ما في شيء، نحن شركة رسمية قانونية، ما في منافسة بين شركة رسمية وبين مولدات ما عندهم ولا قانونيين ولا رسميين، بيستعملوا عواميد الشركة، بيستعملوا نوتو الشركة. هي الشركة بتمثل كهرباء لبنان بمنطقة البقاع. طب إذا اجت بكرة مؤسسة كهرباء لبنان عطت 24 ساعة بدهم يجوا المولدات يفتحوا معركة على مؤسسة كهرباء لبنان، أنا بمثل الدولة. اليوم ما في منافسة، ما في منافسة. مشروعك 96 سنة إذا لا إذا ما لا لا إذا الاتفاق لحظة بس إذا الاتفاق بينك وبين الدولة على 100 سنة وبعد 4 سنين حتسلم أنت هيدا الملف للدولة عن جديد، لحظة يعني رح ينتهي الاتفاق، ليش تأخر المشروع؟ أنا اليوم أنتجت 50 سنة وكل زحلة بتعرفها، مش أول مرة مننتج. نحن أنتجنا من الثلاثينات لل 1970، هدول عم بيحكوا ما كانوا خلقانين. نحن كنا عم ننتج، اجت الدولة وقفتنا عن الانتاج لأنه كان في فايل، هلا في عجز، عنا دفتر شروط، الناس عم بتطالب ب 24 ساعة، مش بس بزحلة، بكل لبنان، الناس جربت 40 سنة المولدات، بدها مشروع انتاج 24 على 24 يكون رسمي، يكون قانوني، هذا نحن عم نقوم فيه، نحن مش عم ننافس حدا ولا بدنا نتخانق مع المولدات ولا نحن اساس. طب طرحت امكانيه متعود عليهم، طرحت امكانيه انه توظفهم حتى واحد يطرح الثاني بده يحكي مع الثاني مثل ما عم بحكي مع حضرتي. نعم، بس حكينا بالمشروع ولا بعد انتجنا
ولا اجوا المكانات ولا مشينا بالشو اسمه بلشوا بالتهديدات وبكذا. طب الناس قالوا لي عشو عم بيهددوك على طالما لهلا بعد ما جبنا شيء يعني رح بعد شهر ونص رح نبلش او بعد شهر رح ننتج كهرباء. بس انه عم نقول انه ليه فتحوا معركه انا المولدات موجودين هن بيعتبروا هن بيعتبروا انه انت فتحت المعركه لانه انت صار لك وقت طويل ما قدمت مشروع لنفس رزقهم ولا انا في 53 الف مشترك عم بعطيهم 24 ساعه عم بفتح معركه معهم. مين بيقرر؟ الناس بتقرر. مش هن بيقرروا للناس ولا الشركات. انت عم بيحطوا نقابه ما لهم حق بنقابه لانه النقابه بدها تكون انا عندي قرار وحكم طلع من مجلس الشورى. ما في وجود قانوني للمولدات ولا شرعي. مرة في موتور ادعى على بلدية بعبدة ليه عم بيطبق تعرفة الوزير جبران باسيل. قالوا انا ما بدي اطبق. طلع حكم من مجلس الشورى انه انتو ما لكم حق تروحوا قدام العدلية لانه انتو بوضع غير قانوني غير شرعي بيستعملوا عميد الشركة بيستعملوا اراضي البلدية. رح ارجع فوت بالتفاصيل اكتر. وبيعملوا تعرفة لهن بس في تعرفة انحطت من قبل الوزير. رح شوف قدي الفرق على كل حال بين الفواتير لما تكون القصة بس نحن ما تهجمنا على المولدين. انا ما تهجمنا على المولدين. ليس توصل القصة لتهديد بالقتل يعني يعتبر انه كأن حدا تعدى على حدا. لتوصل القصة لهالمرحلة من الخطورة بهالمحل وين بتلاقي انتقاداتهم محقة باتجاه الأستاذ نكد؟ ست ريما خلينا نبلش من الأساس. ما نوجدوا المولدات إلا صار في تقصير بلد حرب ونوجدنا نحن بدنا بديل. شو ما نعمل متروكين الدولة وقت تتركك ملزمة أنت بدك تأنجي ما حتنطري حدا. ونحن ببلد معود من أيام الحروبات 75 لتاريخ اليوم نوجدت هالمولدات. هالمولدات كل شيء مولد بيعطي طاقة على المزود عادة مش مثل المحطات الكبيرة. المحطات الكبيرة أرخص هذا شيء طبيعي. ما حدا يتزاكى لأن في علم وفي مهندسين هي اللي بتقلك أنه هيك أرخص لأن هيك في عندهم حتى الشبكة تبعه ما عنده هدر. طيب يعني أنت بلاقي أنه مشروعه محق وما لازم أنه يحارب هذا المشروع؟ أنت كصاحب مولد كمان؟ كصاحب مولد أنا بحكيك أنا كصاحب مولد وكشاب زحلاوي خلينا نحكي بمنطق. إيه بس أنا اليوم أنا اليوم في عالم بين عيالة وعندهم على هالموضوع هذا وعندهم اولاد بالمدارس عندهم بالجامعات عندهم ديون عندهم على هالاساس هذا هالشيء اللي صار السريع من هالباب من هالباب كان عم يحكي قبل هو كان عم يحكي من قبل بالتعويضات وبامكانيه توظيف حتى تفضل. نعم. هو الاستاذ اسعد المهندس بنجله وبنحترمه نحن كان عم بيقول انه نحن بدنا نولد. طيب. بسبب الوضع اللي عندنا ما في جديه بالنسبه للتوليد عم بيقولوا انه في اشخاص هالشيء ما تاخذ على محمل الجد بالنسبه لاصحاب المولدات. عم بيقولوا انه في اشخاص وصلوا بدهم يعني اصحاب موتورات وبدهم يفوتوا على استوديو يناقشوا الموضوع مش هيك؟ ايه بدهم يفوتوا على السات؟ حدا من جامعه المولدات؟ ايه تفضل تفضل لحظه رئيس اتحاد اصحاب المولدات مساء الخير. ايه الاسم الكريم مساء الخير توني مينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اقتحام قررته؟ لا اقتحام عرفنا انه في كنا ببيروت وعم نحضر الحلقه وعرفنا استاذ نكد موجود معنا. لا بس ليش ما من الاول وعرفنا انه استاذ نكد ليش ما من الاول استاذ ريما من بعد من الاول اتصلتوا وانتوا بدكم تشاركوا استاذ ريما من بعد لحظه نحن نعرف انه منبركم هو منبر للجميع للقاتل وللقتيل بينزعج من وجودنا مع نحن طلبنا مطلب جايين نوصل صوتنا اذا بتريد. لا بس لا افهم استاذ نكد لحظه لو سمحت نعتبره عم يتهرب من المواجهه نحن عم نواجه لا معلش معلش خليني ارجع احكيكم باخذكم لحالكم معلش لو سمحت يعني ينزعج منا من فرنا لا لانه نحن انا ما بدي المفروض ما تكون معترض انت على كل حال بس اذا انت معترض على شو؟ انه يكون موجودين ما عندي مشكله شريك عم بتسحبها عم خلي لك اياهم لا خلينا نتابع معك الحديث حضرتك ضيفنا ننسى الموضوع معلش بنرجع بناخذهم لحالنا كفي حديثك استاذ اسعد بدي لازم البيت يكون عارف الخطا من عندنا نحن بنحمله معلش تفضل اسعد رح نرجع ناخذكم وجهنا نحن مش جايين نقاتل نحن جايين مش بالضرب وبالقتل مين هددك بالقتل حدا فيهم نحن جايين بالقناعه وبالمصالح انا ستريما بتمنى بس خليني افهم شغله لو سمحت جاوبني بصراحه استاذ انا بدي لك شغله انا اليوم مش جاي فوت بمعركه انا جاي اعطي 24 ساعه انا بتمنى عليكي انا ما بقى عندي محل خلص مش محلي انا مش فايت تعلق مع الناس انا فايت اعطي 24 ساعه معلي انت
اجى الدكتورات واتفقتي معهم؟ انا ما اتفقت مع حدا انا ما اتفقت مع حدا. شغلي الخطا من عندنا، الخطا من عندنا صار انت حدا من الرجي مش من عندي. ايه بعرف، بس بدي الضيف يقتنع. لا انا الخطا من الرجي مش من عندي. بس على كل حال، برضه انا بلاقي انه لو حضرتك في من الرجي مش من فريق النشر بيعرف، خلص ما مشكله. خلينا بس نوضح مساله عنده للاستاذ نكد، هذا هو المهم. يعني اول مره بشوفها، حتى لو كان هذا الموضوع اول مره بشوفها، حتى لو هذا الموضوع بده يتناقش بطريقه منفتحه، وحتى لو الاشخاص اجوا وفاتوا، وحتى لو نحن عارفين، وحتى لو كله هذا الشيء صاير، مفروض ما يعصبك. اذا انت متاكد من ملفك هذا الشيء ما لازم نرزق. نحن يعني معلش، كان في شخص معي قالوا له ما تنزل لانه مش لازم تنزل على استوديو. نعم. وفيت ناس على استوديو. انا معك، بس انا ما بفهم ليش عصبت. يعني انت شيء مقتنع بملفك، مقتنع بملفك، انت مقتنع بملفك وجاي عم تقول عندي قضيه لصالح المواطن. لو اجوا 10 ما لازم تفل. انا ما تفضل اشرح لي. شرحت لك، قلت لك انه انا اليوم شو اساليني. لحظه، الميكرو بدنا نظبط، بس الميكرو بليز. ايه ما فهمت، بس سبب تعصيبك يعني لو مش معصب، لو بدك تجي كل الضيعه لازم مش انت مش معصب. ليه عم تاخذي موقف؟ انت لازم تكوني نوتر. خلي انا نوتر، انا ما عم باخذ موقف، انا ما باخذ موقف معك. لا، لما اعتذر من وجودهم بكون عم باخذ موقف معك، حتى ماني نوتر، بس انا بدي اسمع منك. نوتر بزكا. نعم، نوتر بزكا. طب ثانك يو، بعتبرها هيدي شو منيحه ولا لا؟ متفضل. لا انا بدي استفيد من وجودك معنا، وبدي افهم بالضبط عن جد اذا المشروع لصالح المواطن وليس لربح شخصي، فهيدا بيكون مفروض يتعمم على كل لبنان. مشان هيك انا حسب رايي نسال الاشخاص. يعني اليوم في 53 الف مشترك. نعم. هن ينسالوا، الناس ينسالوا. يعني هلا كل السؤالات فيك توجهيهم للناس، انه بالاخر بس بدك تنجي او بدك تعملي مشروع او شو ما كان يكون. نعم. الناس هن بالاخر بيقروا ايه او لا، ولا انا بقرر ولا هني بيقروا ولا حدا. بس انا ما فيني يعني ما فيني في شغله كمان لازم تاخديها بعين. نعم. الاعتبار، نحن مش طرفين. انت حطيتي انه بيدعلي في طرفين. انا ما قلت في طرف الموتورات وفي طرف الكهرباء. لما تقول انك مهدد ما بيكونوا طرفين، في انا في تحل ازمه الكهرباء، انا مش في تحل ازمه مع الموتورات. اكيد هيدا اكيد. بس لما يعني عم نضيع الوقت بدل ما نحكي عن المشروع. نعم. لما حدا بتقول انك مهدد يعني بيكون في طرفين، قلت انك مهدد وهذا كلام كثير كبير. مزبوط. ايه بس انا خليني افهم منك بالضبط. حضرتك عم بتقول هلا عم تنتج كهرباء وعم تستعمل كابلات الشركه لتوصل 24 على 24 للمواطنين كهرباء بكلفه اقل. هالكلفه نسبتها بقد ايه اقل؟ 40%. 40% على الفاتورة. طب ولماذا لا يعمم هذا المشروع على كل لبنان؟ تيمشي المشروع. نعم. ما هيدا جواب، تيمشي المشروع والناس تقبله والناس يقارنوا، وإذا مشي بصفي في لا مركزية كهربائية، بصفي مشي بكل لبنان. طب ليش هالاعتراض الصارخ عليك لكن؟ ليش انفعالك؟ مثل بس عم تحكي حضرتك اعتراض عن مين عم تحكي؟ عن أصحاب الموتورات. شو عندك حل لهم؟ طب بردو. كم واحد ما بعرف. 50 100 150 200. نعم. و 53 ألف. نعم. مشترك مش هني بيعدوا. نعم. يعني بكره بس بدها تيجي الدوله تعطي 24 ساعه، او بدها تيجي المي 24 ساعه، بدهم يجوا يعوضوا السيترنات تبع المي كمان. انا عم بسال سؤال. نمط البلد نمط امر واقع، يعني الناس بتصير تحكي عن ارزاق بمساله استفادت منها لانه الدوله غايبه، ومساله مسائل استثمرت فيها. مزبوط. واستعملت الناس فيها لانه الدوله غايبه بالاساس. يعني ما بدي اقول المشكله من وين، كلنا بنعرفها انه وينية الدوله، الجمله المشهوره يعني لا هي اللي عم نخلق من وراها بدائل من هالنوع. ستنا بس لك شغله، وين مشكله اصحاب المطارات مع حل جذري مثل هيدا؟ مش مع اصعب المشكله، مش. نعم. مع المندز اصعب المشكله. نحن مربيين عيالنا وعندنا اولاد بالمدارس. اليوم اللي احتل بيته، اللي احتلوا له بيته بالجبل يا اخي. نعم. اعطته الدوله تعويض، قالت له روح فل. محتل بيته. نحن عندنا اولاد وعندنا عيال عايشين منيح. ما فيك تقولي كات ويلا تيسر وين نروح. عندك تقريبا في ناس بالعدد شي 5000 انسان عايش. طب هاي العالم شو بنعمل فيها؟ ما بيصير. نحن اليوم نوصل نقطع برزق ناس
بطريقه بس كيف كانوا يستنزفوا هالناس قبل الكهرباء؟ احنا جينا طلبنا يعني هلا اذا رجعت الدوله بتروح بتعترضوا ليش رجعت الدوله؟ ستنا لخبرك شغله، لا 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 عم بقول لك شوفي هن الموتورات كلفتهم 100 مليون دولار ركبين بقلب زحله ضمن نطاق شركه الكهرباء. جينا طرحنا طرح بسيط، نحن قلنا لجماعه الخير لازم العالم تتثقف وتعرف، نحن جماعه احتياط بنعتبر كهرباء لبنان عم تعطي 24 ضربتها اسرائيل غطتها الموتورات. الكلفه عاليه، صحيح الكلفه عاليه مش كلفه واطيه، بس اليوم نحن موجودين احتياط، اذا اسعد موجود، شركه كهرباء زحله موجوده، وكهرباء لبنان موجوده، والموتورات موجودين، عندنا نحن مدينه بالشرق الاوسط ما بتقطع فيها الكهرباء. انت عم تحكي بحل يضمن الكل يعني عم تحكي. صحيح. نعم. نحن عم نعمل بالتاور، وين عندنا تاور؟ عندكم هون بالمحطه هون. بس هيدا حكي عندنا تاور في احتياط حاطينه مليون دولار، مليونين دولار موتورات. مين عم بقول العكس؟ موتورات حاطين مليونين دولار ليضلوا يأمنوا استديو. بس يعني هيك ما في تضارب بين المصلحتين. تضارب ما في، لا اعطيك نحكي بالمنطق نحن. انتاجوا للطاقة، ارخص منا نحن، بس نحن ما فيهم يكنسلونا. نحن حاجة احتياطية انمائية امنية. انمائية امنية، ما عم نحكي نحن هاي. انتم ما بدكم كنسلون ابدا، ولا مرة حكينا انه بدنا نكنسلون. وكيف بده يشتغلوا بظل انه ولا مرة نحن قلنا ستنا من 40 سنة لهلا استعملوا عواميد الشركة واستعملوا نتر الشركة، ولا مرة نحن طلبنا منهم. بس شو بدهم يعملوا إذا أنت عم تعطي كهرباء 24/24؟ إذا بدي أحكي بلسانهم، أنت هلا عم تعطي كهرباء يعني يا ريت هذا الشيء. ستنا إجت مرة الكهرباء 24/24 صارت العالم تدفع لنا شهري بحال الله لا يقدر قطعت تعطي كهرباء. دخلك بدي أسألك سؤال. نعم. بال 98 نعم إجت الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة على أيام الوزير حبيقة وعلى ايام الياسراوي بوقتها وعطوا 24 ساعة. نعم. وقفوا المطارات. شو صار؟ هيدي صار اشتراك شهري. شو صار؟ دفعوا اشتراك ليه شهري. ليه 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 عم بسألك، صار في فرق. هن كهرباء زحله هي شركه رسميه قانونيه. نعم نعم. في عندك بس وجهك نعم. ناس غير قانونيين موجودين لانه الدوله ما كانت تقدر 24 على 24. بس الدوله غيابه من حيث القانون، دوله غيابه شرعا وجود كثير ناس من حيث القانون ما بيطلع لهم شيء. ايه؟ من حيث الانسانيه وبس بدك بلشي تقولي على الطريقه اللبنانيه هذا صرنا غير شيء. رح تلاقي بدائل، بس انت رح تلاقي بدائل برضه لهذا الشيء. ليه رح تلاقي بدائل؟ طب انا بس عندي بس يعني انت مش شاكك بنيه الاستاذ اسعد؟ لا ما شخص أوكي. نحن بس نحن قانونيين. وانت عارف مين اللي مهدده بالقتل؟ بس لاعرف لكون عم بقول شيء لقلك شغله لناس تفكر ما حدا بيعرف اللي بيهدد بالقتل هي شغله المخابرات مش شغلتنا. مش شغلتنا نحن. طيب. بيهددوا له بيهددوا الصحافه. نحن ما عندنا مشكله بالموضوع، في ناس شغلتها. نعم. بس لقلك شغله مين المعروف، نحن مدفع ماليه بيطلع علينا ماليه، معنا وصولات ماليه مدفع ماليه. نعم. بس نحن حاله ضروريه لنحن نحن الحرب بدي عنا 25 كيلومتر. انا ما بدي يكون عم باخذ ما بدي يكون عم باخذ طرف في امر واقع فعلا بصير. نعم. بهذا البلد وبصير في اطراف مثل ما قلت حضرتك وجودها غير قانوني يبرر لها لانه الدوله غايبه وبصير عندها مكتسبات وعندها حقوق بدك تعود عليها حتى على الشيء غير القانوني. يعني بدون ما اخذ طرف مع حدا يمكن في ناس عم تسترزق من هذا الشيء، بس ما بعرف قبل هذا الشيء شو كانت تعمل. يعني اذا رجعت الدوله بيكون كارثه قبل هالشيء. يعني شو كنا نعمل؟ كنا مقاتلين نحن. كارثه عن شفت بلد كارثه بده نحن كنا مقاتلين عم ندافع عن بلد. نعم. عن بلد ترمي القتلنا نزل ثاني بالحبوسات السوريه ما بيصير. انا ما عم بستفزك ولا عم بهاجمك. مش عم بحكي، لا عم بحكي نحن عم نحكي نحن عن وضع عن الراي العام قائم باي بلد حضاري. انا معك نحن هو عم وجود كهرباء اساسا من حق الناس. نحن وجودنا اساسا لازم يكون نحن انوجدنا. نعم. لان في حاله نقص علينا. طيب على امل انه هذا ما صار معنا على امل انه هذا الموضوع ينحل بطريقه منصفه للجميع.